مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف الحادي عشر علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء للفصل الدراسي الأول، وما زلنا مع دروس الوحدة الأولى والحديث عن الكيمياء الحيوية والجزيئات الحيوية. حديثنا اليوم عن الدرس الخامس، والذي يتحدث عن البروتينات والأحماض الأمينية. في نهاية هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف تركيب البروتين، وأن يعدد بعض أنواع البروتينات، وأن يشرح وظيفة بعض البروتينات الشائعة. في هذا الدرس سوف نتعرض لبعض المصطلحات العلمية مثل عديد البيبتيد والحمض الأميني والبروتيوم وكلمة الإنزيم وكلمة الهرمون. في البداية عزيزي الطالب، لدينا سؤال: ما هو البروتين؟ للإجابة على هذا السؤال افتح عزيزي الطالب الكتاب صفحة 39 واقرأ الفقرة الأولى من هذه الصفحة قراءة نشطة. للإجابة على هذا السؤال عزيزي الطالب سوف نجد أن جزيء البروتين هو جزيء حيوي، أي يتكون داخل الخلايا الحية، وهو بالطبع جزيء كبير مكون من عديد بيبتيد واحد أو أكثر. ما معنى عديد بيبتيد؟ معنى عديد بيبتيد معناها سلسلة من الوحدات البنائية الصغيرة كما بالشكل. جزيء البروتين يتكون من أكثر من عديد بيبتيد، لدينا عديد بيبتيد ولدينا عديد بيبتيد آخر ولدينا عديد بيبتيد آخر. هذه السلاسل من عديدات البيبتيد مع بعضها تكون البروتين. كل عديد بيبتيد يتكون من مونومرات تسمى الأحماض الأمينية. إذن عزيزي الطالب، هذه الوحدات الصغيرة التي يتكون منها عديد البيبتيد أصلا تسمى بالأحماض الأمينية، وتتكون روابط بين هذه الأحماض الأمينية حتى ترتبط معا مكونة ما يسمى بعديد البيبتيد. هذه الروابط عزيزي الطالب تسمى روابط بيبتيدية. كل عديد بيبتيد يتكون من مونومرات تسمى الأحماض الأمينية. هذه الأحماض الأمينية والوحدات البنائية الصغيرة في سلسلة عديد البيبتيد. أما عن الروابط التي تربط الأحماض الأمينية مع بعضها، فهذه الروابط تسمى روابط بيبتيدية. ولا تنسى عزيزي الطالب أن البروتينات هي جزيئات كبيرة للغاية كما يظهر من شرح تركيبها. ما هي أهمية البروتين في حياة الكائن الحي؟ البروتينات هي الوحدات البنائية للحياة، بمعنى أن أجزاء الخلايا الحية وأجزاء كثيرة من جسم الكائن الحي هي أساساً مكونة من البروتين. لأن البروتينات أيضاً تؤدي وظائف عديدة في خلايا الكائنات الحية، فهي تشارك في جميع العمليات النشطة في الخلايا وفي معظم التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلايا الحية. تجد أن للبروتينات دوراً مهماً عزيزي الطالب. ولذلك يوجد علم يسمى علم البروتيوميات، وهو علم يدرس كل ما يتعلق بالبروتينات. علم البروتيوميات هو علم دراسة البروتينات، أنواع البروتينات وتركيب البروتينات ووظيفة البروتينات وملائمة التركيب وخصائص البروتين للوظيفة التي يقوم بها. ولدينا أيضا كلمة البروتيوم، هي قائمة بجميع البروتينات الكاملة في الكائن الحي. البروتيوم هو قائمة بكل البروتينات
ذات الوظائف المعروفة في جسم الكائن الحي. أنواع البروتينات عزيزي الطالب، بداية سوف نتعرف على أهم الأنواع الشائعة من البروتينات. فلدينا هنا الإنزيمات. الإنزيمات عزيزي الطالب هي بروتينات تعمل كمحفزات، حيث تقوم بتسريع التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل جسم الكائن الحي، مثل الإنزيمات التي تساعد في هضم الطعام، فهي تعمل كعوامل مساعدة تحفز أو تقوم بتسريع تفاعلات الهضم. هذا هو دور الإنزيمات. أينما تسمع كلمة إنزيم عزيزي الطالب، فتأكد أنه أحد أنواع البروتينات التي تعمل كمحفزات تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في داخل خلايا الكائنات الحية. مثال على ذلك أحد الإنزيمات ويسمى إنزيم السكريز، وهو يقسم السكروز أي يهضمه إلى جلوكوز وفركتوز. السكروز عزيزي الطالب هو نوع من السكر يسمى سكر المائدة، ونتناوله في الطعام ونقوم بإضافته على أغلب المأكولات ذات الطعم الحلو، ولكن عندما تتناوله عزيزي الطالب فأنت تحتاج إلى هضمه. لدينا إنزيم السكريز يقوم بهضم هذا السكر إلى وحدات صغيرة يمكن لخلاياك أن تستفيد بها، وهي الجلوكوز والفركتوز. ماذا عن النوع الثاني عزيز الطالب، وهو البروتينات الدفاعية؟ من اسمها هذه البروتينات هي تقوم بالدفاع عن جسم الكائن الحي، فهي تتعرف على الخلايا أو الأجسام الغريبة التي دخلت إلى جسم الكائن الحي وتستجيب لها، أي تقوم بمهاجمتها وتدميرها. مثال على ذلك ما يعرف بالأجسام المضادة. الأجسام المضادة عزيز الطالب هي مثال على البروتينات المناعية، حيث أنها تتعرف على الأجسام الغريبة والخلايا الغريبة التي دخلت جسم الكائن الحي وتقوم بمهاجمتها والتخلص منها، وهو ما يعرف بالاستجابة المناعية والتي تزيد من قدرة أجسامنا على مقاومة الأمراض. لدينا عزيز الطالب من أنواع البروتينات أيضا ما تسمى بالهرمونات. الهرمونات هي بروتينات مولدة للإشارة، أي أنها تعطي إشارة لخلايا الجسم وتقوم الخلايا بوظائف معينة بناء على تأثير هذه الهرمونات. الهرمونات هي بروتينات عزيز الطالب تفرزها خلايا خاصة في جسم الكائن الحي تسمى بالخلايا الغدية. هذه البروتينات التي تسمى الهرمونات تنتقل عبر الدم ثم تتوزع على خلايا الجسم جميعها، وكل هرمون يؤثر على مجموعة معينة من الخلايا يعطيها إشارة لتنظيم العمليات الحيوية. فالهرمونات هي بروتينات مولدة للإشارة يفرزها الجسم تقوم بتنظيم العمليات الحيوية في خلايا أخرى داخل جسم الكائن الحي. مثال هرمون النمو البشري، وهو يحفز نمو الخلايا. هرمون النمو البشري يفرز من غدة معينة في جسم الإنسان، ينتقل عبر الدم ويقوم بإعطاء إشارة لخلايا معينة في جسم الكائن الحي، مما يساعده على النمو. ومع نوع جديد من أنواع البروتينات، وهي المستقبلات البروتينية. من اسمها هي تستقبل. فأين توجد هذه البروتينات المسماة بالمستقبلات البروتينية؟ المستقبلات البروتينية هي بروتينات توجد على الغشاء الخلوي للخلايا الحية. وجود هذه البروتينات يمكن الخلايا من أن تستجيب للإشارات الكيميائية. المستقبلات البروتينية تستجيب للإشارات الكيميائية مثل الهرمونات مثلا في داخل الجسم وفي خارجه. مثال مستقبل الإنسولين. مستقبل الإنسولين هو أحد المستقبلات البروتينية يوجد على الغشاء الخلوي للخلايا، وهو يجعل هذه الخلايا تستجيب لهرمون الإنسولين، وبالتالي هذه الخلية تقوم بالاستجابة حيث أنها تتعامل مع السكر الزائد وتخزنه في داخلها. وهذا مثال على المستقبلات البروتينية. لدينا أيضا عزيزي الطالب من أنواع البروتينات، البروتينات الهيكلية. من اسمها فهي واضح أنها تساعد
في تكوين تراكيب معينة داخل جسم الكائن الحي، وهي أنواع من البروتينات التي تتحمل القوة وتساعد جسم الكائن الحي على الحركة والتحمل. مثال على ذلك الأوتار والأربطة. الأوتار عزيزي الطالب هي مجموعة من البروتينات الهيكلية كما هو واضح في هذه الصورة، تقوم بربط العضلات مع العظام، وعند انقباض العضلات فإن هذه الأوتار تتحمل هذه القوة من الشد وتنقل الحركة الناتجة عن انقباض العضلات إلى العظام، وبالتالي الجسم يكون قادرا على أن يتحرك. والأربطة، الأربطة هي مثل هذه الخيوط عزيزي الطالب، والتي تصل العظام ببعضها عند المفاصل، وهي أيضا تساعد في توجيه العظام عند المفاصل وعند الحركة، وتحدد الاتجاه الذي يمكن أن تتحرك فيه العظام عند المفصل نتيجة لانقباض العضلات. ولدينا أيضا بروتين هيكلي يسمى الكيراتين، والكيراتين عزيز الطالب شائع جدا في أجسام الكائنات الحية، فهو موجود في ريش الطيور، وموجود في شعر الثدييات، وموجود أيضا في الأظافر والقولون الخاصة بالحيوانات. وهذا النوع من أنواع البروتينات الهيكلية المهمة جدا والمسمى بالكيراتين. تابع عزيزي الطالب أنواع البروتينات ومعنى نوع من أنواع البروتينات المهمة جدا يسمى البروتينات الناقلة، وهي من اسمها تقوم بنقل المواد من مكان إلى آخر داخل الجسم. مثال على ذلك أحد البروتينات المهمة جدا ويسمى الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو بروتين نقل، فماذا ينقل؟ هو يوجد داخل خلايا الدم الحمراء وينقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم من خلال الدم. انظر عزيزي الطالب إلى هذا العضو المهم جدا والذي يمثل القلب. يقوم القلب بضخ الدم الذي يحتوي على جزيئات الهيموجلوبين، ومن ثم يتجه الدم المحمل بكرات الدم الحمراء وبداخلها الهيموجلوبين إلى الرئتين. يتحد الهيموجلوبين داخل الرئتين مع الأكسجين، ويعود مرة أخرى الدم محملا بالأكسجين. الهيموجلوبين القادم في الدم من الرئتين محمل بالأكسجين، ثم يتجه ويعود مرة أخرى إلى القلب. يقوم القلب بضخ الدم المحمل بالأكسجين مرة أخرى إلى أجزاء الجسم جميعها، ومن ثم يقوم الهيموجلوبين بنقل هذا الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم. خلايا الجسم تستفيد بهذا الأكسجين أثناء عمليات التنفس الخلوي لإنتاج الطاقة، ثم يعود الهيموجلوبين مرة أخرى إلى القلب وتتكرر هذه العملية. وهذا يعد مثالا مهما جدا على البروتينات الناقلة. الهيموجلوبين يوجد داخل كرات الدم الحمراء ويقوم بنقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم. مثال آخر عزيزي الطالب من البروتينات، وهي المنظمات الوراثية. ما هي المنظمات الوراثية؟ هي بروتينات توجد داخل الخلايا ولها اسم آخر تسمى بعوامل النسخ. ما هي وظيفة هذه البروتينات المسماة بعوامل النسخ والتي هي نوع من أنواع المنظمات الوراثية؟ من اسمها عزيزي الطالب هذه البروتينات هي تتحكم بمتى وكيف يتم التعبير عن جين ما، متى وكيف يتم التعبير عن جين ما. الجينات موجودة عزيزي الطالب داخل نواة الخلايا، موجودة طوال الوقت، ولكن في وقت معين لابد أن يتم نسخ هذه الجينات حتى تعبر عن نفسها وتقوم بإظهار الصفات الوراثية. من هو الذي ينظم؟ متى وكيف يتم التعبير عن هذه الجينات بعمليات النسخ وما يليها من عمليات الترجمة وتعبير الجينات عن نفسها لإظهار الصفات؟ الذي يتحكم في عمليات النسخ
هو نوع من أنواع البروتينات موجودة داخل الخلايا الحية تسمى المنظمات الوراثية. واضح عزيزي الطالب أن البروتينات جزيئات حيوية مهمة جدا تلعب أدوارا عديدة داخل الخلايا الحية، وأن البروتينات لها أنواع كثيرة. يجب علينا أن نعرف هذه الأنواع ونعطي مثالا على كل منها ونفهم وظيفة كل من هذه الأنواع من البروتينات. أسئلة على الدرس عزيزي الطالب. اشرح تركيب البروتين. البروتين هو جزيء حيوي كبير مكون من عديد بيبتيد واحد أو أكثر، سلسلة أو أكثر من عديد البيبتيد. وكل عديد بيبتيد في الأساس هو عبارة عن مجموعة من المونومرات تسمى الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعضها بروابط بيبتيدية. كل عديد بيبتيد يتشكل من مونومرات تسمى الأحماض الأمينية مرتبطة معا بروابط بيبتيدية. السؤال الثاني، اشرح وظيفة الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو بروتين ناقل ينقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، وذلك يتم من خلال الدم. السؤال الثالث عزيزي الطالب، فسر. يعد الهيموجلوبين بطارية الأكسجين القابلة للشحن لدى كل من الثدييات والطيور والأسماك والزواحف. لماذا؟ لأنه ينقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم مع دوران الدم، ثم يعود مرة أخرى، وكأنه بطارية قابلة لإعادة الشحن بالأكسجين، ويتم شحن الهيموجلوبين بالأكسجين في الرئتين، ويتم تفريغ شحنة الأكسجين عندما يتجه الهيموجلوبين المحمل بالأكسجين إلى خلايا الجسم. فسر. توجد بعض البروتينات الدفاعية في جسم الكائن الحي حتى تتعرف على الخلايا أو الأجسام الغريبة في داخل الجسم وتستجيب لها. مثال هذا النوع من البروتينات الدفاعية ما تسمى بالأجسام المضادة. اكتب المصطلح العلمي. بروتينات تعمل كمحفزات تقوم بتسريع التفاعلات الكيميائية الحيوية. هذا النوع من البروتينات هو الإنزيمات. مثال آخر على أسئلة المصطلح العلمي. بروتينات مولدة للإشارة يفرزها الجسم لتنظيم العمليات الحيوية فيه. الهرمونات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.